بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نحل اليوم مسألة في النودل أناليسز بالطريقة الجديدة اللي قلت لكم عليها، اللي هي الطريقة اللي دائما نفترض فيها الكرنت خارج من النودز. فراح نشوف مسألة إضافية ونحلها بإذن الله مع بعض. طيب، عندنا مسألة زي هذه. عندنا نحدد النود، عندنا النقطة الأولى اللي هي التقاء البرانشز، أو يكون فيها أكثر من كومبوننت التقوا في نفس النقطة، نقدر نسمي هذه نود. ولكن عارفين إحنا قيمتها بأربعين فولت. المنطقة هذه عندنا النود هذه نقدر نسميها VA مجهولة القيمة. عندنا النقطة هذه نقدر نسميها VB برضو مجهولة القيمة. والنقطة هذه الكتف الموجود عندنا هنا حيكون عندي سالب 20 فولت. ليش سالب 20؟ لأنه السالب في هذا الاتجاه والموجب في هذا الاتجاه، بينما هنا هذا هو الطرف الموجب وهذا هو الطرف السالب. الإشارات جدا مهمة، أنا بحاول أخفف قد ما أقدر في الإشارات، ولكن جدا مهم أنك تعرف الإشارات. طيب، الخطوة الأولى حددنا النودز اللي عندنا. الخطوة الثانية نحدد الريفرنس نود، سواء حددنا هذه أو هذه. الطرف هذا كله حيكون هو الطرف السالب عندي كامل، الأرضية هذه كلها الطرف السالب. فنجي نشوف الآن، حددنا الريفرنس، الآن نحدد الدايركشن للكرنت. نفترض دائما ان الكرنت خارج من النود بغض النظر عن اي فولتج او كرنت سورس. فعندي هنا ثلاثة اتجاهات خارجة، وعندي من النود هذه ثلاثة اتجاهات كلها خارجة. نبدأ نكتب الآن معادلاتنا ونبدأ نحل فور VA. انا بوجد ال VA وبعد كده نشوف الفولت على اي مقاومة، جدا بسيط ما يحتاج. فور VA حنقول عندي هنا، نبدأ من هذه المنطقة السهم هذا، VA ناقص الاربعين الموجودة اللي هنا مع اتجاه السهم، دائما من اخر السهم، من ديل السهم الى رأس السهم، VA ناقص الاربعين. فنقول عندي VA ناقص الاربعين على 10 قيمة المقاومة، زائد نجي نشوف عندنا السهم اللي رايح على تحت، VA ما يحتاج اكتب ناقص 0، خلاص انتوا عارفين الان. بعد كده عندنا زائد الطرف الاخير عندي VA ناقص VB على 2، وهذا الكلام بيساوي 0. طيب، راح نحاول نوحد الآن المقامات. طبعا عندنا العامل المشترك الأصغر اللي هو العشرة بين الخمسة والاثنين، عندنا العشرة، فراح نضرب الطرف هذا زي ما هو، نضربه في واحد أو ما نغير فيه شيء. هنا عندي راح أضرب في اثنين، وهنا عندي راح أضرب في خمسة. نجي نكتب مرة ثانية معادلتنا، VA ناقص أربعين زائد اثنين VA زائد خمسة VA ناقص خمسة في بي يساوي زيرو. ثم بعد كده نبدأ نرتب نجمع مع بعض، حيطلع عندي هنا واحد في اي زائد اثنين في اي، هذه بثلاثة في اي زائد خمسة، هذه ثمانية في اي، فحيصير عندي هنا ثمانية في اي. ثم بعد ذلك عندي هنا ناقص خمسة في بي ناقص خمسة في بي. بعد كده عندي الثابت، الحد الوحيد الثابت اللي هي الاربعين اللي عندي بالسالب، حتروح الناحية الثانية بالموجب يساوي اربعين، وهذه عندي معادلة الاولى equation one. نجي نحل الان for VB، خلي الطرف نحل هذا في هذا المكان. for VB نجي نشوف عندي هنا، نبدأ بأي اتجاه؟ نبدأ من هنا، عندي VB ناقص 20 لأنها بسالب 20، فحيصير عندي سالب وسالب، حتصير موجب في النهاية على 5 قيمة المقاومة، زائد بعد كذا عندي هنا ال VB السهم اللي رايح على تحت VB على 4، زائد عندي هنا من هذا الاتجاه، قلنا من ديل السهم الى رأس السهم، فعندي هنا VB ناقص VA على 2، وهذا الكلام بيساوي 0. راح نوحد المقام، عندي العامل المشترك اللي هو نقدر نقول
20، العامل المشترك الأصغر هنا 20، راح نضرب هذه في 4، نضرب هذه في 5، وهنا نضرب في 10، فحيصير عندي 4 VB زائد 20 في 4 ب80 زائد 5 VB زائد 10 VB ناقص 10 VA يساوي 0. وطبعا هذا كل الكلام على 20 وما يحتاج نكتبها. اللي ما شاف الفيديو الماضي يشوف الفيديو الماضي. حيطلع عندي في النهاية لو جينا جمعناها راح يطلع عندي، نرتب بالصيغة دائما نبدأ بالـ VA ثم الـ VB ثم إذا في عندي VC أحيانا، وفي الأخير يساوي العدد الثابت. الآلة الحاسبة إذا بتحل بالآلة الحاسبة لازم ترتب في الصيغة هذه VA VB ثم VC المجاهيل عندك، وثم الثابت يروح في بعد اللي يساوي في هذا الاتجاه. هذا شيء جدا جدا مهم. حيطلع عندي هنا سالب 10 VA زائد عندي هنا 4 و5 هذه 9 و10 19، فعندي هنا 19 VB يساوي 80، تروح الناحية الثانية بسالب 80، وهذا equation 2. واحنا بكده اوجدنا المعادلتين اللي عندي. الان نقول باي كالكوليتر، هذا الكلام بيساوي لو جيت تكتب في الآلة الحاسبة حتضغط على زر اسمه مود ثم تضغط 5 ثم تضغط 1. طيب ليش؟ عشان العدد المجاهيل اللي عندي من الدرجة الأولى وعندي مجهولين فقط، فهذه 5 1. طيب حيطلع عندي VA يساوي 3.52 فولت، VB يساوي سالب 2.35 فولت. الآن بكل بساطة لو بوجد الفولت على R3 راح اطرح VB من VA، او VA ناقص VB لو ابغى اجيب حيطلع لي الفولت اللي على R3. فقط طرح ال VB ناقص ال VA. شفت ناس بيحطوا لي المعادلة هذه، بيكتب لي VA ناقص VB ويقسم على 2. انت ما بتوجد فولت على ريزيستنس، ما بتوجد الكرنت، احنا طالبين منك الفولتس اللي على R3، ما طلبنا الكرنت اللي على R3. فهذه جدا شيء مهم حاولوا تركزوا فيه. اي شيء ثاني لو اطلبه منك، لو طلبت منك الفولت على R5 حقول VB ناقص ال20 او ناقص سالب ال20، لانه اتجاه قلنا الفولتج سورس اللي هنا معكوس، فحيطلع لك الفولت اللي على 5. طيب احيانا يكون عندك احد التريكات ما يكون في مقاومة هنا، ايش راح تسوي لو ما كان في عندك هنا مقاومة؟ حيطلع على طول عندك قيمة الفولتس اللي موجودة هنا اللي هي ال20. فركزوا في هذه الأشياء يا شباب. في أحيانا يجيك current source هنا بدل الفولتج source، هل الكرنت سورس اتجاهه داخل أو خارج؟ حتحطه بالسالب أو حتحطه بالموجب زي ما عملنا في المسألة اللي قبلها. فركزوا في هذه، هذه بعض الأغلاط اللي بيغلطوا فيها زملائكم، وإن شاء الله تكون جدا بسيطة وواضحة بهذه الطريقة. طبعا أنا ما راح أمسح الفيديوهات القديمة اللي كانت بنظام التريسينج، تابعوها وحاولوا تحلوها بهذه الطريقة اللي هي طريقة الكرنت خارج من جميع الاتجاهات في النوت. حاولوا تراجعوها وحاولوا تحلوها، المفترض يطلع لكم نفس النواتج اللي طلعت في السابق. وإذا في أي سؤال أو استفسار إيميلي، أو تقدر تكتب في الكومنت الموجود عندك في اليوتيوب أو تراسلني على الإيميل. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.